السلام عليكم، شو اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير؟ كي صبحتوا مزيان؟ الحمد لله. اليوم غنطيبوا، ما غنديروا حتى شي حاجه، غنعتنيو براسنا. هادشي اللي كاين البنات، اول حاجه بغيتكم باش تقبلوا مني هذا الموضوع اللي غنهضروا فيه. انا ماشي بسيكولوج ولا اخصائيه ولا هذا، انا غير واحد الموضوع البنات قالوا لي عطينا نصيحه، بغيت نبارطاجيه بحال كنهضر مع الصديقات ديالي، مع خواتاتي. يعني الحاجه اللي انا دزت من هذه التجربه، والحاجه اللي كنستافد منها انا، وبغيتكم تستافدوا منها. وصافي، هذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم. دونك اليوم غادي نديروا واحد وقفه، كيفاش كنقولوا، وقفه تامل غادي نديروها بيناتنا. انا بحال اختكم كتهضر معكم، بحال اختكم كتنصحكم، سواء اختكم كبيره سواء اختكم صغيره، كيف ما غادي تعتبروها. دونك غير نصيحه بغيت نعطيها لخواتاتي، هو اول حاجه الاعتناء بالنفس. ربي من خلقنا باش نعطينا واحد لوكور ديالنا، عطانا صحيحتنا، عطانا النفس ديالنا، عطانا الجمال ديالنا، كل واحد على قدو، كل واحد على طريقته، كل واحد على هذا. دونك هاد النفس خصنا نعتنيو بها. كيفاش غنعتنيو بها؟ اول حاجه كاينين بعدا جوج ديال الاقسام ديال العيالات، الناس اللي خدامين والناس اللي ما خدامينش. هاد جوج اقسام، يعني دابا غنهضر على الناس اللي العيالات اللي خدامات مساكن، اللي هذا اللي خرجوا في الصباح. اول حاجه مثلا كتفيقي مع 6 ولا مع 7، وشوف انت الوقيته ديالك، فيقي واحد نص ساعه قبل، نص ساعه عطيها لراسك. كيفاش غتعطيها لراسك؟ ما يمكنلكش تخرجي في الصباح بكري، تجري في الزنقه مثلا، ولا ديري لا مارش ولا هذا. دونك الصباح بكري خطر عليك، وخصك ديري لوليداتك وتلبسيهم وتصاوبي الفطور وديري هادي. دونك هادشي ما تقدريش ديريه. غتاخدي واحد الصالون مثلا ديالك، غتكحزي هذيك الطبيله، غتشري حبل عادي، يا اما حبل عادي في ديكاتلون ديال هذا، يا اما حبل عند مول الدروغري، وغديري واحد شويه ديال التسخينات، شويه ديال الحركات. تاخدي لا دوش ديالك نص ساعه، انا ما غنطلبش منك شي حاجه، نص ساعه، وخدي لا دوش ديالك، وديك الساعه ديري بحال يلاه فقتي، يعني هاد نص ساعه ديالك ديري الفطور ديالك ووجدي، وتبعي البروغرام ديالك اللي كنتي اعتياديه عليه. بالنسبه للناس اللي ما خداماتش، راه عندهم وقتهم النهار كامل. اول حاجه انا كنفضل كما كندير، انا كنفضل المراه مين تفيق اول حاجه تعطيها لراسها. مثلا وليداتك فاقوا، غتلبسيهم، اللي عندك وليدات صغار ولا شي حاجه غتلبسيهم، وغات هذا غتوجدي لهم فطور، مي غيمشيو للمدرسه. اول حاجه قبل ما تنوضي للدار وتنوضي لهذا، اول حاجه عطيها لراسك. كما قلت، الا قادره تمشي تخرجي، راه غتخرجي ديري لا مارش في الزنقه، ولا تمشي للرياضه، ولا تمشي لاصال ديالك. كل واحد على حسب الجهد ديالو، كل واحد على حسب اللي بغى. ولا ما عندكش الصالون ديالك، غتشدي حبل ديري حركات. راه كاين دابا اليوتيوب، راه كاين كتشعلو كديروا الحركات لي زيكزيرسيس، اي هذا راه غتشعلي، غتبعي غير هذاك الشيء اللي كيديروا قدام التلفازه وانت في الصالون ديالك. يعني ما تسناش تمشي لاصال. انا بعدا واحد القضيه باش نشير لكم، حتى انا كنت في لاصال، انا كنت خلاصال، جربت لي صال ما عجبونيش، ما كذبش عليك. كنمشي للجرده، كنمشي للبحر، على حسب الوقت ديالي كنمشي، وكندير في داري. يعني من بعد راه غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش درت، وغنعاود لكم على القصه ديال لاصال. دونك كندير في داري صافي. يعني كل واحد كيدير على حسبه وعلى حسب الجهد ديالو، ما كيطلبش منكم شي حاجه كثيره. كما قلنا، الرياضه دايره دي غروند لين باش ما ننساش. عاوتاني اعتني بلوكوغ ديالك، اعتني بلوكوغ ديالك. ماشي هي ديري لي مارك وديري لي كريم دو مارك وديري، شوف اللي عنده الامكانيات راه كيمشي كيشري لي مارك وكيدير لي كريم وكيعتني براسو. اللي ما عندوش، راه غير داكشي اللي عندنا في الكوزينه. مثلا يدك غديري ليها قماش، غتشدي غير شي مطيشه قشرتيها، كتزيدي معها واحد هذيك القشره د المطيشه، شويه زيت العود وشويه سنيده ولا الملحه، وكديري قماش. عندك اي زيت في الدار كديري بها لدارك، راه ماشي ضروري يكون عندك شي حاجه دو مارك، يعني ماركه يعني ماركه جات لي سميه. تكون عندك هذا عاد باش تعتني بنفسك، يعني هادشي ما كاينش. حاجه اخرى، الاعتناء الزائد بالاطفال. ربي عطانا واحد رساله سيفغي، خصنا نكملوها، وخصنا نوصلوا داك الوليدات، وخصنا نربيوهم مزيان، وخصنا نديروا ليهم، ولكن ماشي بزاف الاعتناء الزائد. انا كنت وحده منهم، يعني مقابله غير ولادي، مي كنفيق وانا ولادي داري راجلي، هادشي اللي كندير، ما كنشوفش فراسي نهائيا. انا من النوع اللي كنت يعني العيالات اللي كيمشطوا، راه هادشي كنسمعوا بزاف،
العيالات اللي كيبشطوا راسهم من الحمام للحمام. كنت بحال هكذا، كنجمع راسي كنجمع هذا مع سورتو داري الحجاب كنخرج، يعني ما غيدافك حتى شي واحد، كدير الفولار ديالك وكتمشي. يعني هذاك الشيء بزاف. ولادنا خصنا نربيوهم، نقفوا معاهم، نوصلوهم، نهضروا معاهم، نبارطاجيو معاهم، ولكن في حدود عندك حتى نفسك. البروغرام راه الا ما درتيش فيه نفسك راه ما عمرك غدير شي حاجه راسك. مي كنفيق شي كاع باش ما تنساوش، ديروا ورقه وستيلو باش ما تنساوش، وكلسو كتبوا مثلا البروغرام ديالكم كيفاش غدوزوه مع وليداتكم. هذه غندير، غنطيب، غنعجن، غنخرج، غنتقدى، غندير هذا. ندير حتى انا واحد الوقت ديالي، وقت ديالي خاص بيا، وقت ديالي. نجلس مع راسي، نشد واحد القنت في الدار، اي قنت عندك ترونكيل، ما يكونوش الدراري يكونوا في المدرسه، الراجل في الخدمه وداكشي، ونجلس مع راسي، نجلس نتسنت شويه ديال الموسيقى، نتسنت القران، نتسنت اي حاجه بغيتو نتوما فاش كترتاحوا، ونجلس ندير وقفه تامل، نجلس مع راسي ونهضر مع راسي، نشوف راسي في المرايا. انا ربي عطاني هذا الكور، راه ماشي قالنا غيديروا لراجلك وديري لولادك وصافي صوبي دارك وداكشي، لا، ما تمشيوش على هذاك الشيء اللي تربينا عليه مع مواتنا وجداتنا. كانوا صافي كتقد قبل غير الولاد وراجله، هي مسكينه صافي كتجوج مسكينه من 16 عام ولا 15 عام وهي صافي كتطفى. لا ما خصناش نكون هكا. انا كنت منهم، انا كنقول لكم كنت منهم، ولكن هذه واحد 4 سنين ولا هذا، من بديت كنقرب من 40 عام بديت كنشوف راسي انا شنو تندير لراسي، شنو تندير. الولاد هما غاديين تيكبروا، الراجل حتى هو خدام، الله يكون في عونه، حنا ما كنذكروش هذا الشيء. انا ما كنقولكمش ماشي ما تهلاوش فيهم، لا 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 نهائيا، كنتهلا في راجلي، كنتهلا في وليداتي، ولكن كنتهلا في راسي ونخشي راسي مع البروغرام اللي غندير في النهار. كما ذكرت لكم وقفه التامل، وقفه التامل اي بلاصه بغيتي ديريها، سواء دارك، سواء تمشي قدام البحر، سواء تمشي شي جريده وتجلسي وتشوفي داكشي اللي خلق الله وتاملي وتاملي في سميتو، سواء تقفي قدام المرايه. ديروا هذه البنات وجربوها وغتردوا عليا الخبر. وقفوا قدام المرايه وهضروا مع راسكم، انتي شنو كديري لراسك، شنو كديري صافي. انا كما قلت لكم هذه 4 سنين ولا 5 سنين، من بديت كنقرب 40 عام كنقول شوف بديت كنكبر، بديت كان هذا، انا شنو تندير؟ انا ما عايشاش لراسي، عايشه لوليداتي وراجلي وداري. لا راه ما خصوش يكون هذا الشيء. امتى انا غنعيش؟ امتى؟ راه شوف الورقه ديالنا راه في اي لحظه، في اي لحظه تقدر تسحب منا. انا كنهضر معكم اليوم، غدا نقدر ما نصبحش. وامتى غنعيش؟ امتى غندير لراسي؟ امتى غنتهلا في راسي؟ ماشي عيب، ماشي عيب، ماشي عيب الناس تهلاو في راسهم، راه ماشي عيب. ربي خلقنا، عطانا واحد لو كورس، عطانا واحد هذا جسم اللي ما فيه والو الحمد لله، هذا خصنا نديوها في راسنا. وقفه التامل، سيروا حدا البحر، خرجوا للجرده، ديروا تهلاو في راسكم، ديروا الرياضه، ديروا لا مارش، ديروا اي حاجه ممكن تحركي فيها. نمشي شي غنمشي نتسارى، انا دي فوا راه كنمشي مثلا غير شي سوبر مارشي ولا مثلا ايكيا كبيره، حيت كبيره حاجه كبيره، ولا كيتيا ولا اي سميتو، كنمشي كنبقى كندور منها، كنشوف عويناتي، وما ديروش معكم ديسطام باش ما تخسروش كنمشي غير كندور كنلقى راسي كندير هذيك البورطال، كنلقى راسي بانني مشيت واحد الساعه ولا ساعه ونص. دونك هذه راه مهمه، ها نتوما كتسقيو عينيكم شي حاجه زوينه، كتشوفوا الديكورات، كتشوفوا المعينات، كتشوفوا هذا، و اون ميم طون راه كديروا لا مارش. حوايج اخرين الناس الله يخليكم، نظموا وقتكم، ديروا بروغرام تمشيو عليه، ما تبقاوش غاديين غير هكذا، ما تبقاش انسان غايفيق صافي واشنو غندير اليوم واشنو غنطيب اليوم. لا، نجلس مثلا نهار حد ندير بروغرام ديال السيمانه كامله. راه ملي كتعودوا راسكم على هذا الشيء ما كتبقاوش ديروا ورقه وستيلو، صافي عودتوا راسكم على هذاك البروغرام. في الاول بداو بورقه وستيلو، غندير بروغرام السيمانه كامله، لا بالنسبه للمراه اللي خدامه لا بالنسبه للمراه اللي ما خداماش. ندير بروغرام مثلا عندي الماكله شنو غندير في لا سيمين، مابقاش نحير، لان اغلبيه الاوقات كنبقاو شنو غندير العشاء، شنو غندير الغداء، هادشي كيستريسك، كيستريسك بزاف. شنو غندير هذا، كنبقى نفكر، قوه التفكير راه كيشرف. انا نقول لكم بغيتو ما تشرفوا فبقاش تفكروا بزاف ديروا بروغرام. قوه التفكير كما قلت لكم، ديروا مثلا شنو غندير، مثلا عشاوات ديال السيمانه شنو غندير، افكار ندخل اليوتيوب ولا ندخل هذا ولا نشوف افكار نقيدهم، ها العشاوات، ها الغداوات، ها الفطورات. بالنسبه للناس اللي خدامين، حتى بالنسبه للناس اللي ما خداميش، مثلا الفطورات نعطيكم غير واحد الفكره. انا كنجلس نهار مثلا، كناخذ نهار ماشي نهار، 4 سوايع ولا مثلا صباح، كنجلس كندير مثلا مسمن، كندير حرشه، كندير بغرير، كندير كيكه، كندير كاع داكشي اللي كنفطروا به، كاع داكشي اللي كتشهاو ياك، كنجدو وكنخليه حتى كيبرد، وكندير داكشي في كونجيلاتور، ولا في كنجبدو كنحطو في الثلاجه
وكان في الصباح كنسخنو كنلقاه موجود. ما بقاش حتى الصباح عاد نفكر اشنو غنفطر، سير جيب تسخر، سير جيب الخبز، سير هذا. لا، حيد عليكم لو ستريس. راه لو ستريس راه هو اللي كيهرس المراه. انا كنقول لكم لو ستريس راه هو اللي كيهرس المراه. يعني هذا البروغرام ديال هذاك قيدتوها، درتو ديال العشاوات الغداوات، درتو هذا البروغرام مثلا اللي قلت لكم. صافي بالنسبه للعيالات اللي خدامات مثلا لا سلاد كيبغاو لا سلاد ولا هذا، من نهار الحد كنسلق كلشي بمريحه وكنخليها كتبرد، كندير في دي بواط ايرميتيك اللي كيتسدو مزيان، بواطات اللي كيتسدو مزيان كنخليهم حتى كيبردوا وكنديرهم في الثلاجه. وفي الصباح ملي كنبغي لا سلاد ديالي كنجيب مع 12 كنجبده ساهله، كندير غير الفينيغريت ديالي، الصوص اللي كديروا ديال لا سلاد كل واحد على حسابه، وكنلقاه موجود. يعني سهلوا عليكم، نقيو اللي نقيو، ديروا اللي غتسميتو داكشي في لا سيمين وحطوه. الا عندكم المراه اللي كتعاونكم راه كدير معكم هذه المسائل، الا ما عندكمش راه بيديداتكم. شوف غتوصلوا الا بغيتوا غتوصلوا، ديروا البروغرام. حاجه اخرى، العيالات اللي ما خدامينش فيقوا بكري، العيالات اللي كيصبحوا ناعسين النهار راه كيمشي ليكم. انا كنقول لكم كنصيحه اخت، فيقوا بكري. انا كنفيق مع 6 الصباح، هذه ابيتود عندي، لان ولادي يلا هذا 7:15 كيخرجوا. صافي كندور براسي واحد شويه، كندير شويه الرياضه، كندير هذا، كنمشي ندواج، كنشوف راسي انا بعدا شي مي كدير هاد القضيه. قسما بالله انت كتحسي بعدا اموار، عطيتي لراسك واحد شويه، بديتي براسك هو الاول، عاد كتبداي. ملي كتبدا كتبداي ناشطه، ملي كديري هادشي كتبداي ناشطه. انا كما قلت لكم الرياضه راه يمكن لكم ديروها في داركم، راه ماشي مشكل اللي تمشي لاصال تمشي. انا راه كنت خلاصال، كنت في لاصال وكنت داكشي ما كيعجبنيش. اولا ما كاينش لايغاسيون، ثاني حاجه كتبقاي مستريسي، لا هذا هذا، ما داكشي ما متيعجبنيش، كنبقى بوحدي حسن ليا. كنتمشى في البحر الا عندي الوقت، الا عندي مثلا ما عنديش شي حاجه كنمشي للبحر كنتمشى، كندير واحد الساعه كنشم الهواء. عرفتي كيفاش كتجي؟ كتجي كتعطيك واحد الطاقه ايجابيه، كتجي كتبداي نهارك شتي والله ما شتي. كيقول لك لا غندير الرياضه ما عنديش الوقت، كتخليك ماشي تعبانه قسما بالله، ما كتبقايش مستريسي وما كتبقايش. اون فوا كدوشي وكتهدا كتحسي بواحد الراحه النفسيه، ما نقولكمش كيفاش دايره، غير جربوها البنات هادشي وتبعوا هاد الطريقه وغتشوف. صافي كدوزي شغالاتك ديال الدار، كدوزي المسائل. حاجه اخرى اللي مهمه وهي صله الرحم، صله الرحم البنات. الله يكون في العون الناس اللي خدامين، سورتو الناس اللي خدامين ما عندهمش الوقت، ما يمكنلكش تمشي عند العائله ديالك، ربما تكون بعيده عليك، ربما هذا. دونك اوموا 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 يعني على الاقل غير في التليفون، غير في التليفون بعدا، على الاقل على الخوت والحباب الوالدين وهذا، وتهضروا معاهم. هذاك الشيء راه كيزيد، راه كما كيقولوا صله الرحم كتزيد في العمر، راه سي فري كتزيد في العمر. وبينك وبين الله راك درتي الواجب ديالك، لان صله الرحم مهمه. دابا كتقولي السبت والحد كنبغي نمشي عند فلان مثلا، خويا ولا اختي، وراهما خدامين، كي غدير كتبقاي تهزي لهم. بالنسبه لي انا ما خداماش، كتبقاي تهزي لهم الهم، راه غنمشي عندهم حتى هما مساكن مبرسطين وخصهم يديروا خصهم هذا. دونك او موا التليفون، اختي خويا الو فينك كيفين هذا فين وصلتي، وليداتك مراتك راجلك كي وصلتو هذا، صافي كديروا هذه بعدا او موا كتهضروا كتهدا. اللي يقدر اللي يقدر مره مره يجمع حبابو عنده في الدار، ماشي ضروري نديرو محمر ومجمر باش نجمعو عائلتنا، لا ماشي ضروري. راه شتي غير قصريه ديال الكسكسو، غير سفه، غير اقل حاجه اقل حاجه، الخبز مسقي بهذا. ماشي انسان ما خصوش يعيف واحد اخر لا حيت ما عندوش، ولا كيبقى كيتكلف كيدير مثلا خصني ندير هذا البلا الاول البلا الثاني الديسير وهذا، كيولي انسان كيهرب من هادشي، كيولي لا انا راه مشيت عندها ودارت لي هذاك الشيء دونك انا خصني ندير كثار منها وكندير كثر من جهدي. اولا كنتعب راسي، ثاني حاجه كندير كثر من جهدي كنتعب جيبي. هذا الشيء ما خصوش يكون. الانسان باللي كتب الله حليوه في الدار، كي كادرت هذا العشيه بالردتين نجمع خوتي ولا نجمع والديا ولا نجمع هذا، نمشي عندهم نهز شي حاجه نصوبها، ولا انسان يدير احسن حاجه انا اللي كتعجبني، هو مثلا كتعيط لهم ولا كتمشي عند شي واحد، كل واحد يجيب حاجه باش حتى واحد ما يتعب، وكتمشيو كتجلسوا مع العائله ديالكم، انسان يضحك، الوليدات كيتشافوا، لان راه دي فوا والله الا كتشوفوا ولاد العائلات كتلقاهم حتى كبروا تبارك الله، 3 سنين 4 سنين ما تبقاش تشوف الواحد حتى كتلقى راجل ومراه كبرات. دونك فين واصلين بهذا الشيء؟ ما خصناش نكونوا بحال هكذا. المهم الانسان خصو يتقرب، صله رحم صله رحم صله رحم مهمه، حتى هي كتحسي براسك شتي ملي كتجي من عند عائلتك ولا اختك ولا جاو عندك ملي كيمشيو، كتحسي بواحد الراحه النفسيه ما نقولكمش ما نقولكمش. البنات اللي كيديروها راه غادي يفهموني علاش كنهضر. دونك جربوا هادشي اللي كنقول لكم. حوايج اخرين، الصدقه البنات، الصدقه الصدقه. شوف ماشي اللي عنده خصو هو اللي يصدق ولا ما عندوش، لا لا لا، اي حاجه اي حاجه. شوف نعطيكم غير مثال، مثلا الكوزينه غطيح بالمواعن. حنا عيالات راك عرفتي كنبقاو نشريو نشريو نشريو، عجبتنا هذه عجبتنا هذه،
شوف حاجه طلعت لي في الراس، حاجه عيت منها، حاجه قدامت، حاجه هذا، نهز داكشي. ماشي نعطيو الحاجه اللي مهرسه ولا اللي لا، ما كنقولش هادشي. مثلا انت صافي طلعت لك في راسك شريتي هاد الطبيصله، صافي ما بقاوش. دي فوا كتطلع لك شي حاجه في راسك، شي هذا ولا هذا، نمشي نعطي الناس اللي ما عندهمش اي حاجه. عندك الحوايج اللي عندك الوليدات كبروا يكونوا مزيانين، يكونوا قيم، ما يكونوش مقطعين حشومه، نعطيو شي شحال صدقه لهذا. غنفتح واحد القوس لبعض السيدات، شي ثلاثه ولا اربعه السيدات سمعت منهم هذا الموضوع، كتباهاو بديوركم وكتقولوا كتقولوا. شكون اللي قال لك اختي انا ما تنصدقش؟ شكون قالها لك؟ علاش كدي الذنوب كتهضري فيا وتقولي شوف راه كيتباهاو وراه ما كيصدقوش، تصدقوا على الناس اللي يديروا الصدقه؟ راه خصها تعطى اخفاء، راه ماشي خصني نديرو هكا الصدقه، اجي صورني وديرني في الانستغرام واجي شوفني راني كنصدق. لا، راه ما يبغيو هذا، كنخفيوها ما يشوفني حتى شي واحد باش كتحسب لي من عند الله. شكون اللي قال لك انا ما كنصدقش؟ علاش كتعايروا الناس وكتبقاو تقولوا راه كيتباهى وراه عنده؟ ماشي الناس حيت عنده كلشي اللي عنده راه ما تيعطيش، لا، كاينين الناس كنعرفهم كيعطيو ملايين صحاح، ما نكذبش عليكم قسما بالله، ملايين صحاح اللي كيتعطاو الناس عندهم وعندهم لاباس عليهم والله يزيدهم، وكيعطيو ملايين صحاح. ما تبقاوش تهضروا في الناس غير هكاك، راه كديو عليهم غير في الذنوب وكتحيدوا من الحسنات ديالكم. هذه بين قوسين. دونك كما قلت لكم، اي ماشي اللي عنده اللي خصو يصدق، ماشي اللي ما عندوش، لا، كلشي يمكن لك اي حاجه صدقه. راه شي غير ضحك 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 في الابتسام في وجه اخيك راه كتسمى صدقه. نجي مثلا ما عنديش باش نعطيها، اي جارتي نوقف بجنبها ونعاونها وندير ليها ونبارطاجي معاها وننقص عليها وندير، هذيك راه كتسمى صدقه. اي حاجه اي حاجه، الناس اللي عندهم امكانيات راه عارفين، راه كاين جمعيات الايتام يمكن لك تعطيهم، راه كاينين الناس قراب ليك راه كتشوفيهم في لونطوغاج ديالك، مثلا كتشوفي هذا هذا ما عندوش هذا هذا، راه كتنوضي كتصدقي عليه. اي حاجه يمكن لك تسعدي بها واحد اخر راه كتسمى صدقه. لكم عاوتاني واحد المواصله مع الصديقات، مثلا انا عندي واحد الجروب ديال الصديقات ديالي، كنجمعو مره مره، كل وحده في كل نهار في الدار كنجمعو، كنضحكو كنبارطاجيو داكشي بيناتنا، كنضحكو. راه الضحك مهم البنات، راه مهم الانسان يضحك، راه ملي كتضحك راه كتزيد في العمر. انا كنقول لكم ضحكوا، حاولوا تضحكوا، تلاقاو مع صحاباتكم، هضروا وضحكوا. ماشي نهضروا في الناس ولا نبقاو نجمعو بالناس ولا لا لا لا، نهضر نضحك نجمع معاهم نبارطاجيو داك سميتو، كنبارطاجيو المشاكل ديالنا مثلا. وعلى فكره الابتعاد عن الناس السلبيين، هذه نقطه مهمه 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 بزاف. الناس اللي سلبيين في حياتكم اكارطيوهم، هادو ما غيزيدكم غير المشاكل، التعب النفسي، كيوصل الانسان حتى للاكتئاب. لا، شوف صاحبتي عندها مشكل واحد النهار، ماشي مشكل، غنجلس معاها ونحل معها هذاك المشكل، ما باش تبقى تشكي عليا النهار كامل ولا تعيط لي في التليفون انا 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 انا. كاينين الناس اللي بحال هكا، انا ديما مريضه، انا هذا انا هذا، انا راجلي انا هذا. الناس اللي كيشكيو بزاف بعدو منهم. نعاون صاحبتي، نوقف معاها في واحد المحنه اللي عندها ما كاين حتى شي مشكل، ولا انا عندي مثلا شي مشكل كنهضروا في هذا، نهضروا فيه في واحد لو مومون، ماشي تو لي جور، ماشي كل نهار نبقى انا نهضر في هذاك المشكل، نهضر في هذاك المشكل حتى كنطيب ليا راسي. لا، حنا ما محتاجينش لهادشي، محتاجين الناس اللي بالطاقه الايجابيه، الناس اللي غيفرحونا، الناس اللي غيضحكونا، الناس اللي غيعطيونا شي فكره نزيدوها في راسنا، الناس اللي غادي يوريونا مثلا انا ما عارفاش ندير هذه القضيه وهذا غتوريني صاحبتي ولا غنوريها. ماشي الناس اللي كيبقاو يشكيو، بعدو من الناس هادو، راه والله حتى كيأثروا. انا ما نكذبش عليك، كاينين شي ناس كانوا في حياتي بون ما عنديش معاهم، ما عندهمش معايا، وديما كيشكيو وديما هذا. كنحاول ما امكن، لان ما يمكنلكش تقطعي داك الانسان، كنحاول ما امكن كنمشي كنزور ولا كيزورني مره مره، مي شويه ديال سميتو، حيت الناس اللي كيشكيو بزاف 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 كيمرضك انت ما عندكش مشكل وهو كيجي كيشكي عليك، وماشي ما عندكش مشكل. شوف راه كلشي عنده المشاكل، راه الحياه كلها مشاكل، راه ما كاينش اللي ما عندوش المشاكل وجالس وعايش وهاني وجالس، هذيك راه الجنه الا بغينا هذاك الشيء، هذيك راه الجنه. دونك الانسان عنده المشاكل، كنحاول نجلس مع راسي كنحل المشكل ديالي وصافي ستوب، ما كنبقاش نبقى نهضر فيه طول. هذا هادشي اللي كاين. بالنسبه للناس اللي كانوا قالوا لي كيفاش انت كطيبي كيفاش انت كطيبي وزعما تبارك الله عندك الرشاقه، لا ما عنديش رشاقه، اش من رشاقه، 15 كيلو خصني نقص، اش من رشاقه، مازال خصني نقص. لا، كندير اول حاجه كندير رياضه، باقي خصني مازال نقص. كان راهي بنت لكم، يمكن بنت لكم بان راه كاين الشحمه وكاين اللحم خصني نقصه، غير كنضحكوا.
دونك اول حاجه كندير رياضه كما قلت لكم. انا راه كنت بحال هكذا، راه كنت راه ما نقولكمش قسما بالله، داك كنجلس من الحمام للحمام ما كنمشش شعري، ما كنشوفش راسي، ما كنشوفوش المرايه، ملي كنشوفو ما كنحملش راسي في المرايه. ولكن واحد النهار جلست مع راسي قلت سناء تلين تلين، انت غادا في هادشي تلين، امتى غتعيشي؟ فكري في راسك واحد شويه، فكري امتى غتعيشي. بقيت راسي هضرت مع راسي، هضرت مع راسي بقيت راسي هذا، ورجعت راسي بشويه بشويه. كما قلت لكم كندير رياضه، ملي كنفيق كنصيفط وليداتي كنوجدهم فطور كيفطروا كيمشيو لهذا، كندير الرياضه كندوش، كندير اللي قسم الله لي كريم لي عندي. بعد خطرات كندير كما قلت لكم شي حاجه ديال الدار، مرطيشه الزيت، اي حاجه في يدي كنخدم بها كنديرها، كندير غوماج. شوفوا انا كنشري، نقدر نشري حاجه دو كاليتي، حاجه اللي عندها السميه اللي عندها هذا كنشريها. راه حتى كاين شي حوايج يخرجوا لي فرونسي، والناس كيبقى يقول لك ما تبقاش تهضري بالفرنسيه، وانا كنحاول ما امكن، راه ماشي والله ما كنديرها بالعاني والله ما كنديرها بالعاني، ولكن كتخرج لي بحال هكذاك ما عندي ما ندير. المهم كنحاول نشري شي حاجه، لا الا كانت هذا كنديرها، الا ما كانتش ماشي ضروري. الناس اللي سولوني على حوايجي، مي كتشري حوايجك. شوفوا انا نقول لكم واحد القضيه، راه شغل كنهضر معكم بصراحه وما فيهاش كذوب، وكنقول صراحه نقدر نشري شي حاجه ب 50 درهم عجبتني كناخذها، ماشي اوبليغاتوار تكون سيني. وبعد خطرات كنشري سيني، الا كان شي حاجه كتستاهل وكتبقى وهذا كنشري سيني. والسيني ما كنشريش مي كيكون في الثمن ديالو عالي، كنشري سيني مي كيكون اون بروموسيون، يعني مي كيكون تخفيضات. اي حاجه غاليه عليا كنتسنى التخفيضات وكنمشي كناخذها، ما كنشريش حاجه الغاليه بحال هكذاك، يعني غير تحاولوا تنسقوا. بالنسبه للفولارات، الفولارات ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الجوله عند مول الفولارات ديالي اللي كناخذ من عنده ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للجلاب، حتى هما الناس قالوا لي كيفاش الجلاب وداكشي، راه غندير لكم واحد الجلاب ان شاء الله لرمضان ان شاء الله، غادي راه كنوجد هاد لا فيديو ان شاء الله باذن الله. دونك كما قلت لكم الحوايج، يعني نشري 50 درهم نقدر نشري شي حاجه غاليه، نقدر نشري هذا، المهم تعجبني تكون سيني، ما تكونش سيني ما عنديش مشكل، يعني غير تناسق الالوان. شو راه والله راه جدوا بلاكاراتكم راه غتلقاو عندكم الحوايج، ما تخليهمش مطويين. على فكره حتى انا راه ملي كنت طاويه حوايجي ما كيبانش شكل الحوايج ديالك، شدوا الحوايج علقوهم باش يبان لكم، ملي كتعلقي كيبان لك الالوان. وحاولوا تنسقوا في البلاكارات ديالكم الالوان، بحال دابا مثلا الكحل ها هو بوحدو، القريب بوحدو، البيض بوحدو، هذا الاحمر كتبقى تنسقوا باش كتشوف لكم. ملي كتبغي الشوكولاته كتشهى وكتمشيو لها فولارات، حتى هما راه كاينين هذوك ديال اللي في ايكيا اللي كيتعلقوا ديال الفولارات، علقوا فولاراتكم باش يبان لكم راه شنو عندكم. راه والله انا متاكده ان عندكم الحوايج الماريو غيطيح وما ما كتديوهاش، كتقولوا لا ما عنديش حيت مطويين وما تيبانوش لكم. دونك كنظن بانني هضرت على كل شيء. حاجه اخرى ندخل هذا الموضوع حتى هو الا سمحتوا لي، المصروف، هضرتوا لي على المصروف كيفاش بالنسبه للمبتدئات، غنهضر عليكم بعجاله لان ما فيش شي حاجه بزاف. المصروف اول حاجه اللي كنوصي الناس ما تبقاوش تمشيو لي غون سيرفاس، يعني المراكز التجاريه الكبرى. هذوك المراكز التجاريه الكبرى انا كنت انا من هاد الناس، لما كنمشي كنجيب شي حوايج اللي انا ما عنديش بهم الغرض وكتبقى، يعني هادي حيدوها. انا دابا وليت بعد انا دابا ماشي ربيت راسي براسي، يعني واخا نمشي لسميتو ولا كندير ورقه وستيلو، سيرو بورقه وستيلو، شنو غتشريو؟ ما تمشيوش تهزو تبالكم شي حاجه، كنمشي الى عندي بها الغرض، مثلا بان ليا شي حاجه ولا هذا، وكانت اون بروموسيون، راه ديما انا كنقلب على لي بروموسيون، كانت اون بروموسيون بانت ليا هذا وبانت ليا ما عنديش بصح ما عنديش، ماشي الكوزينه غطيح وهذا كنشريها. ولا ما عنديش كندير ورقه وستيلو، ولا مشيت لكم سيرفاس. المهم انا من الاحسن ما تبقاوش تمشيو ليهم، دابا يسمعوني ويقول لك كتحربي علينا يسمعوني يقول لك لا علاش كتقولي، لا عندهم الحق، عندي الحق، لان كنمشي عند الهري، راه دي فوا كنمشي انا عند الهري. الهري شنو كتمشي؟ كدير ورقه في السيرك كتقول له عطيني عطاك السكر الزيت الملحه داكشي الضروري ديالك، كتجيبي داكشي في كرتونه كتهزي تحت في طوموبيلتك ولا مثلا هذا ولا طوموبيل راجلك، كتحطي المسائل ديالك وكتمشي بحالاتك. احسن حاجه، ولا الناس اللي ما عندهمش هذا راه كيديروا كروسه وكيجروها، احسن حاجه هو الهري. هذوك المراكز التجاريه الكبرى كتمشي كتبان لك شي حاجه او بلاتي نهز هذه ولا بلاتي، حتى كتصدقي في واحد 500 درهم زايده هكاك، هادو ايفيتي. ودير ورقه وستيلو. انا بالنسبه لي مثلا كتمشي تشري اللحوم ديالك ديال السيمانه ولا ديال الشهر، كل واحد شنو كيبغي يدير، ها اللحم، ها الدجاج، ها مثلا الكفته، هذاك الشيء. المهم كل واحد شنو على قدو، شحال الكميه اللي غياخذ اللي كيطيب في النهار، كندير ورقه وستيلو شحال خاصني. مثلا نعطيكم اسبوع،
خاصني هذه ديال هذه، خاصني خضره، خاصني الدسير، خاصني هذا، كندير ورقه وسير سير ورقه وسير شنو غنطيب اليوم شنو غنطيب. شتو والله ملي كديروا سميتو ما كيبقاش لكم داكشي شايط، ما كيبقاش شي حاجه شايطه، وتا كتخسر وتا كتهدا وكتضيع وكتمشي كتلاح. دونك سيروا بورقه وستيلو، هذه اللي نقدر نعطيكم وايفيتيو عليكم من داك المراكز التجاريه كبرى. دونك واخيرا اخيرا كنظن انني عطيتكم بعض راه بزاف الهضره اللي جينا راه ما غنسكتوش دابا والله والله الا كنتخيلكم راه جالسين حدايا وانا كنهضر معكم وما كرهتش اللي غتجاوبوني، وحده تجاوبني هنا وحده تقول لي من هنا، وحنا كذلك بحال شي صديقات ولا اخواتات ولا هذا ما كرهتش. دونك كنتمنى يكون الموضوع ديالي اليوم عجبكم واستفدتوا مني شي حاجه. كنتمنى تطبقوه وتقولوا لي وتعطوني رايكم. راه ما قدرتش بيتيت نكون نسيت شي حاجه، بيتيت هذا كالهضره كتجي مع الوقت مع هذا، مي الاغلبيه لي غروند لين لي غروند لين عطيتهم لكم. كنتمنى تطبقوهم، كنتمنى تسمعوا لاختكم كنتمنى تسمعوا لاختكم. دونك كنتمنى لكم التوفيق، كنتمنى لكم حياه سعيده. اللي ما عندوش الله يعطيه، اللي عنده الله يزيده ويسهل عليه. انسان شوف بالاراده راه والله قسما بالله وما غتسالوني حلف يا تا كتوصلوا. غادي نحط لكم في لا باغ دانفو كتمشي لي السميه سمحوا لي صندوق الوصف، غادي نحط لكم فيه السيده اللي كدير لينا اللي شفتو عندي في كوزينه، اتصلوا بها. وانتم راه داك السعر عندها بزاف ديال الاشكال وعندها بزاف ديال الالوان وعندها بزاف ديال البلاطويات عندها. المهم هي مي غتصلوا بها وتمشيو عندها، داكشي راه غتوري لكم داكشي اللي كاين. المهم هذه غادي نخليها لكم ان شاء الله، واحد السيده حتى هي الله يعمرها دار. شنو اخر هي اللي غادي نخليكم في بعضاكو. دونك هادشي اللي كاين. المهم لا فيديو ديالي سالت هنا. كنتمنى لكم التوفيق، والناس اللي ما كنقدرش نجاوبهم والله راه كل نهار ملي كيكون عندي الوقت كنشد البورطابل وكنبقى نجاوب على الناس، واللي قدرت راه كنجاوبها، اللي ما جاوبتوش راه مازال غندير فيديو واحد اخر على الصالون بعجاله باش نعطي الاثمنه ونعطي لي زادغيس. والناس اللي ما جاوبتهمش راه كل مره كنجلس كيكون عندي الوقت. شوفوا راه انا عندي حياتي الخاصه، عندي وليداتي، عندي راجلي، ما يمكنش نبقى نهار كله وانا عطيه اهتماماتي هذه. دونك واحد شويه هكا وشويه هكا راكم فاهميني. مي يكون عندي الوقت راه غادي نجاوب ان شاء الله باذن الله. كنتمنى لكم التوفيق، كنتمنى لكم حياه سعيده. حاجه اخرى الله يعطيكم السر، بغينا نديروا الدعاء لهذيك السيده عالم، مشات لي السميه ديالها عالم، الاميره السلطانه، مسكينه راها مريضه. الله يشافيها، اللي سمعني يقول امين. الله يشافيها، الله يوقف معاها، الله يفتح لها بيبان الخير، الله يغلبها على المرض ديالها. هادشي اللي غنقول لك اختي، ما نكذبش عليك بقيتي فيا بزاف سانفي مال، مي كنشوف الكومونتير ديالك وكنشوف الصوره ديالك وداكشي كتضرني في قلبي. ما يشوف المؤمن مصاب، ان شاء الله كنتمنى لك الشفاء، وكاع الناس اللي كيسمعوني يقولوا امين. دونك بسلامه عليكم، اي على بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله.